عفوفة؟ يا طيرة؟ ولا سليم؟ عفوفة انت واح ما بستحي على حالك وما فيك حياة كمان. خلص ولا ليش بتضلي معصبة؟ لك سليم انا طالعة من البيت سرقة وحاطة دمي على كفي وانت جايين تكدر ومتأخر. خلص ولا مثل ما بيقولوا اخواتنا المصاروة ورا كل تأخيرة خيرة. خلاص ليكي رحت عبيت الغاز وجبت لك متة وجبت لك بزر، بدي اعمل لك احلى جو رومانسي بالعالم. انت هذا الشاطر فهني. لك سليم انا ناطرتك كل ما اسمع صوت قلبي ينط من محله. الرومانسية رومانسيتك بتودينا على المسلخ لسا. خلص ولا لك بكره كلها هذه الاحداث بتصير ذكريات بنحكيها لاولادنا ولاحفادنا ولاحفاد احفادنا ولاحفاد احفاد احفاد احفادنا. لك ما بقى بدي ذكريات. لك سليم من بكره بتروح بتشوف اذا طلعت النتائج. نتائج؟ شو جاب هالسيرة هلا؟ ضروري تنزعينا رومانسية القعدة. لك ما بقى بدي رومانسية. لك سليم مثل ما عم اقول لك بتروح بتشوف اذا طلعت النتائج واذا كنت من الناجحين بتجي بتخطبني وخلاص. يا سلام، واذا ما بين الناجحين؟ اذا مو بين الناجحين بقى تفرجيني خلقتك. معناته للحق ان رومانس شوي. يا حيف عليك يا أم الطباخة، يا ضيعان تعب عليك وسهر الليالي. الله يسامحك الله يسامحك. تشبثوا نادر سيدي، شايف مشغول بالك، شو خبر؟ اللي له حسان بديت صار له هذا عادة محنتر وما عم يجي لعنا. صار له شيء يعني شهر ونص ثلاثة هيك، والله ما بعرف شو عم عدله. ما ملاحظ من وقت ما حنتر لهلا ونحن مثل الضايعين ما بنعرف شيء عن الضيعة. طبيعي، عادل كان العين منشوف فيها والدال اللي بسمع فيها. يا عم هذا العين بده يضل محنتر، والله حلو يفك حنترته. والله يا ابو نادر يا سيدي بعد ما زنبر هالزنبوره ما بظن يفك، وحياة اختي انت اللي كرهته بالسلك، ها فضحته قدام العالم يا زلمه يا سيدي. لا لك علي صوتك بوشها، عليك بالحلال بضربك كف مش لك قلقتهم، بعدين ليش عم تفتح سيرة الماضي؟ خلينا نفكر هلا شو بدنا نساوي. انا برايي والله يعني اذا بتسمع رايي وما بالعاده تروح تعتذر منه وتطيب خاطره بلكي بيرجع. فشر بنص عينه، روح انا اعتذر منه ولا من غيره؟ ما بده يرجع بحفظ الصرامي لا يرجع، شو ما في حدا غيره بالضيعه يعني؟ حسان بكره من جهجهة الضو بتشحط اسعد وبتجيب لي اياه موجودا له. يا أمة الله ما لقيت غير اسعد يشتغل على هالشغله، هذا جحاش. نحن بدنا اياه جحاش، هذا بكلمتين بتطبعه من كولك عليه ومنخليه يقتنع فيها ويشتغلها. يا اختي ما اشحش من اسعد غير انت يا ابو نادر، وما اشحش منك يا ابو نادر غير انا اللي عم رد عليه، وما اشحش مني ومنك يا ابو نادر غير حاجه له.